فيه مشاعر، آمل أن تنال استحسانه. سيداتي آنسات سادة، وددت أن أشارك بلمسة طيبة في هذا الحفل المبارك، أتمنى أن تضيف له وقعا محببا في نفوسكم. سنستفيد من وقت مستقطع نستطلع فيه آراءكم في اختيار أفضل قصيدة ألقيت اليوم في إحدى فقيدنا الكبير الشاعر فاروق شوش. وسيتولى أبي الدكتور جمال حماد إدارة المسابقة للوصول إلى شاعر القصيدة المرشحة للفوز لتسليمه الجائزة الرمزية المخصصة لذلك. والآن نستمع إلى بعض الأبيات. المرحوم فاروق شوشة رحمه الله: وعاش يداعب زهرة ثمينة ويقطف ورد لغتنا الجميلة، يدندن حرفا يهز الشعور ويشدو وجدا فيشفي عليها، نهلنا على شفتيه الكلام فأثر النفوس بأجمل قيلة، وجاد علينا بأروع در وضاد العروبة تهوى صهيلة، ربينا زمانا بصوت شجيل وعبر الأثير طربنا هديلة، يدين لجهد أضاء الظلام جهابذ فكر وروح نبيلة. أفاروق أنت سمير الحروب وأنت الصباح وأنت أصيلة، ستبقى بسمع الزمان تطوب ويبقى صداك يهز الخميلة. أما بالنسبة لشاعرنا رحمة الله عليه الشاعر القرشي، فهناك قصيدة الحقيقة كل بيت مطرد باسمي بحرف من حروف اسمي: حنت إليك مواطن الدرر وتساءلت عنك محافل السمر، سنين تعصف لا صوت يرنمنا ولا حرف يصاب بوابل عطر، نامت عواطف نادينا مسهدة وعات فيها سواد الليل من الكدر، عشناك عمرا قد تسامى صحبة فكنت منا محل السمع والبصر. بالله قل لي من ملل تغادرنا أم ضاقت بك الدنيا لتختصري، دوحة الشعر مكلوم العطاء بها ودمعة النثر حرف على صبري، ألبستك ضاد قريش ما يميزها فكنت لسانا صادحا فطري، لو أنت أطياف الحياة تألقا نهجا ناظرا يثري، لو أنت أطياف البيان تألقا ورسمت نهجا ناظرا يثري، لله ناموس الحياة صنوفه أملا وعمرا فانيا يجري، هنئت بخلف للحياة منحته هذا وتلك ونفراسا من الكبر.